نحوك يا رمضان، رمضان يا صحة في صحة الأبدان، صحتك في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، حياكم الله وسهلا ومرحبا فيكم، وحلقة جديدة بإذنه تعالى وبرنامجكم صحتك في رمضان. أخواني وأخواتي، بإذنه تعالى موضوعنا التوعوي الصحي بإذنه تعالى لهذا اليوم اللي نطرحه للنقاش هو موضوع صحة سلوكية نفسية بإذنه تعالى، يناقش الاكتئاب والقلق والوسواس القهري. طبعا تعريف هذه الأمراض الثلاث، الأعراض التي تظهر على الأشخاص الذين يصابون بهذه الأمراض، كيفية تشخيصها، هل هنالك طرق بإذن الله عز وجل لتقليل الإصابة منها بإذنه تعالى، وحتى تقليل الأعراض، حدة الأعراض التي تظهر على المصابين بها بإذن الله، طرق العلاج بإذنه تعالى وكيفية السيطرة عليها، هل هو العلاج دوائي فقط أم أن هنالك طرق علاج أخرى مصاحبة للطرق العلاجية الفارماسيوتيكولية. موضوعنا بإذنه تعالى اليوم أخواني وأخواتي عن القلق والاكتئاب والوسواس القهري، وزميلتي بإذنه تعالى الدكتورة أميرة الرعيدان، طبيب تخصص طب سلوكي ونفسي بإذنه تعالى. أخواني، يمكنكم المشاركة عن طريق أرقام البرنامج 24698151، أو عن طريق الرقم الدولي 00968249682، أو عن طريق الرسائل النصية 90456، أو عن طريق طبعا شبكات التواصل الاجتماعي على حساب تويتر @شباب راديو عمان بإذن الله عز وجل، وبانتظار بإذن الله تواصلكم. طبعا معاكم الدكتورة فنة بنت عبد الله الفنة العريمي ومريم العقيلي، وحياكم الله وسهلا. أكبرها نزول القرآن، كنا نقول أهلا رمضان، شهر التوبة والغفران، بركة مالها حدود، أكبرها نزول القرآن، أكبرها نزول القرآن، نور يعم كل الكون والفرحة في كل مكان، ليلة قيام وتراويح والعبد أقرب للرحمن، نور يعم كل الكون والفرحة في كل مكان، ليلة قيام وتراويح والعبد أقرب للرحمن، ما ذكر الله كل حين القول.
القلوب تنبض بالإيمان. الله يعيد شهر الصوم أمتنا في خير وأمان. مع ذكر الله كل حين القلوب تنبض بالإيمان. الله يعيد شهر الصوم أمتنا في خير وأمان. حياكم الله وسهلا أخواني وأخواتي. وطبعا بإذنه تعالى اليوم بدينا بهذه بإذنه تعالى النشيد أو الإنشود الإسلامية الجميلة حقيقة، لأن موضوعنا شوية جميل جدا 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 ومشوق، لكنه شوية الموضوع يبيله تهدئة كذا نفسية وارتياح نفسي بإذنه تعالى، قبل عن إن إحنا نفرد الموضوع مع الزميلة الدكتورة أميرة الرعيدان. دكتورة أميرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان بإذنه تعالى شهر رحمة وبركة وسلامة بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زميلتي العزيزة دكتورة فنة، مبارك على الشهر الكريم، وإن شاء الله نعد علينا وعليكم بالخير يا رب. اللهم أمين أختي الكريمة، بإذنه تعالى الله يعود هذا الشهر الكريم بالصحة والسلامة على مولانا صاحب الجلالة وعلى كل أمة محمد بإذنه تعالى والإنسانية أجمعين بإذن الله عز وجل. إذن أختي الكريمة، اليوم موضوعنا شوية جميل صحيح. يعني أنا أحس بإذنه تعالى دكتورة أميرة ما شاء الله أنت دائما مواضيعك حلوة 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 وعندك أسلوب جميل ما شاء الله، جزاك الله بخير أن توصلي المعلومة للناس، وكيف أن احنا بإذنه تعالى نستوعب أنه مثلا قد نكون نعاني من بعض من أعراض الاكتئاب أو القلق أو حتى الوسواس القهري، لكن كيف نتعامل معها. وأنت ما شاء الله عليك يعني عندك أسلوب الأريحية بإذن تعالى، جزاك الله ألف خير. إذن نبدأ بإذن الله بالقلق. القلق سبحان الله مثل ما يقولوا على حين مرض العصر صحيح. ما في أحد ما مر بمشكلة أو طلع أو ظهر عليه عرض القلق، أنت إيش رأيك؟ صحيح، هذا من أكثر الأمراض شيوعا في العالم الآن، وحتى نحن على المستوى المجتمعي نشوف كثير ناس يعانوا من القلق، سواء في حياتهم اليومية في العمل، سواء مثلا علاقات طلاق أو حتى مثلا انفصال وغيرها من المشاكل الاجتماعية. فهذا الأمر يعني نحن نتعايش معه يوميا، لكن أهم شيء كيف نحن نتعلم أن نفصل بين علامات القلق وبين أني أعيش بحياة متزنة، وهذا شيء ما سهل جدا، لكن وجهة نظري أنا واتفق فيها كثير من العلماء حتى كذلك الباحثين بالدراسات. الآن شهر رمضان شهر رحمة، الله أكبر، روحانية روحانية، اللهم صلي على سيدنا محمد. يعيش بأفكار حسنتي وتوراوده كثير قلق على الحياة، إيش بسوي بعدين مثلاً، صحتي، أولادي، تجيله كذا فلاشات سريعة يعني تلاقيه معاك وهو ما هو معاك. نعم. أوكي ما هو معاك، لكن سبحان الله تلاقي مليون فكرة ومليون مشكلة ومليون حل ظهر. صح. اللهم صلي على سيدنا محمد. فينشغل بمشاكله ويتقوقع في هذه، اللهم صلي على سيدنا محمد، الهالة، وهذه هالة غير صحية لأنها تأثر عليه تفكيره، يشعر بمشاعر علامات جسدية، آلام، خفقان، تعرق، نفضة، إرهاق، ما يركز، ما في تركيز. اللهم صلي على سيدنا محمد، وراحت جودة اللحظة اللي يعيشها وإتقانها ونتائجها أختي الكريمة، جزاك الله خير دكتورة أميرة. إذن القلق مرض نفسي. نعم. بارك الله فيك. يعني هو النفس تشتكي والجسد يشتكي. صحيح. والعقل عبارة عن خلايا، والخلايا هذه طبعا إذا الإنسان حملها أكثر وهي أنطاقتها. عندها استعداد إن هي تظهر المرض لازم بيظهر. صحيح. لكن أختي الكريمة جزاك الله خير عرفتينا إذن القلق وربطتي دكتورة أميرة بنمط الحياة. الحين ما شاء الله نمط الحياة سريع. يعني سبحان الله، يعني اللهم صلي على سيدنا محمد. صحيح. الكل يشتكي إنه نمط الحياة سريع. صحيح. فإحنا نحاول نخلي عقلنا يهدأ قد الاستطاعة، وهذا عن طريق الصيام. الله يعني بما نتكلم عن شهر الفضيل، إنك تنشغلي بالعبادات.
اللهم صل على سيدنا محمد، بارك الله فيك. الإنسان لما ينشغل بالعبادات يعطي مساحة للمخ يستريح، الله أكبر، من التفكير الزايد. أحسنتي أحسنتي دكتورة أميرة، ونعيش لا نركز في العبادات أختي الكريمة. صحيح. سبحان الله، يعني كثير يعني حتى سبحان الله حتى في ديننا النبوي، يعني ديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة، يعني يقول لك حتى العبادة لابد فيها خشوع. الخشوع هذا هو أختي الكريم. صحيح. هذا العلاج اللي إحنا الإراحة. صحيح. إراحة النفس، التعمق في اللحظة هذيك اللي يعيشها الإنسان. دكتورة أميرة قلتي لي إيش الأعراض ذكرتيهم؟ الأعراض أكثر شيء اللي ممكن نشعر فيه الإنسان، أو شيء خمول جسدي، إرهاق، تعبان كل الوقت، ما عنده طاقة. هذه كلها مظاهر تنعكس من الحالة النفسية على الجسد. يشعر أوقات كثير أنه ما مركز، ينسي، وهذا كثير نحن نشتكي منه. صداع مزمن من فترة لأخرى، آلام في المفاصل، عندنا كذلك عملية النفضة في اليد، الرعشة، تعرق، هذه كلها قلة النوم. فتخيل الإنسان لما ما يأخذ قسط كافي من النوم، الخلايا المخ تعبانة، الله أكبر، أي نوع من النشاط وتتراكم أختي الكريمة. نعم، تتراكم. فكيف نتوقع إنتاجيته ثاني يوم؟ تكون طبيعي. اللهم صلي على سيدنا محمد. ودكتورة أميرة طبعا هو القلق أنواع، قد يكون حاد وقد يكون مزمن. صحيح. بارك الله فيك. متى تحددي أنه هذا حاد وبإذنه تعالى أخذ وقت محدد وراح، وماذا نقصد لما نقول أنه مزمن؟ أوكي، هذه وصلنا للنقطة اللي نحن نسميها القلق الصحي والقلق المرضي. القلق الصحي لأن نحن يكون عندنا شوية ذرة خوف، وهذا شيء طبيعي لأننا نحن نحتاجه في حياتنا عشان يعطينا محرك الأمور، محفز. لكن إذا وصل إلى مرحلة يأثر على حياتنا، صرت أنعزل عن الناس، أعصب زيادة، أرفض أني أكون أتقوقع. في أتقوقع، قلتيها بارك الله فيك، وصفتيها بطريقة جميلة والله. وأثر على حياتي اليومية، روتيني، ما أنام، أتأخر في العمل، أحاول قد استطاع أتغيب من العمل، أثر على حياتي وروتين حياتي. هذا الآن يعتبر قلق مرضي ويحتاج تدخل علاجي نفسي. بارك الله فيك. إذا نبدأ بإذن الله دكتورة أميرة اليوم عن التوتر، القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري. طبعا وايد أسئلة وصلت عن طريق التويتر. أول شيء قالوا دكتورة نبي نعرف كيف، من هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالتوتر؟ يعني هل أنه هم أيام الامتحانات، أولادنا مثلا، إحنا لما نقسى عليهم بالمذاكرة، هل هذيل إحنا نعرضهم أكثر للتوتر؟ في وحدة أخرى كتبت دكتورة فنة، هل هو بسبب تكرار الحمل ومسؤولية زايدة؟ والثالثة دور الوراثة في ظهور القلق النفسي. والرابعة تسأل كذلك هل هناك ارتباط بالغذاء وسوء الغذاء، يعني الأكل السريع وعدم السيطرة على الأكل، هل هذه عوامل كذلك تظهر القلق؟ أسئلة ممتازة صراحة. نبدأ بالسؤال الأول، هل هو أكثر عرضة عند طلاب المدارس؟ متوقع، لأن في توقعات معينة من أولياء الأمور. حسنتي. فعشان كذا نحن نحاول نركز على أولياء الأمور أنهم يكونوا عندهم نوع من الصبر والمتابعة، أن ما أحمل الأولاد. نعم، تفهم. والله يعني مثل ما أنت تفهموك أهلك كذلك تفهم أنت الأولاد، ما يكون يعني توقعات فوق المعدل. أيوة، اللي يضغط على الطفل، أضغط على ابني عشان أنا أريد إن هو يثبت شيء معين أنا ما قدرت أحققه. حسنتي. أنا المفروض أتقبل قدرات هذا الطفل. حسنتي. قدراته محدودة، أضيف قدر الاستطاعة بالمهارات اللي تساعده والتقويات، وأشجعه وأتقبله. يعني دكتورة أميرة سبحان الله. صحيح. أنا أتوقع بإذن الله الأخوان اللي يسمعونا، وخاصة الحين ما شاء الله فترة حر وفي نفس الوقت امتحانات. صحيح. تخيلي يعني ما شاء الله انطلقت معانا امتحانات الثانوية العامة. ثانوية عامة طبعا أختي الكريمة، يعني مرحلة انتقالية في حياة أولادنا. فتخيلي لما يكون توقع الأهل يعني كبير، الإنسان لابد أن يكون هنالك حدود لتوقعه. صحيح. التوقعات، تشجيع، أعطيهم فترة من الراحة، ما المحبة، أقربهم. يعني دائما أعزز جانب المحبة في تعاملي. صحيح. خاصة للأهل اللي عندهم طلبة مدارس أو طلبة جامعات، أعزز الجانب إن أنا أحبك، أنت ابني أو أنت بنتي. وفي نفس الوقت جانب إنه في نوع من القسمة حتى في النتائج أختي الكريمة. صح. الطالب يبذل ويبذل ويبذل قصارى الجهد، لكن بإذنه تعالى هنالك نوع من النصيب، كم من نسبة. فهذه كذلك من الرسائل التوعوية الحقيقة لابد أن أولياء الأمور يحطوها في البال. نعم، هذا أنا كثير يعني أنصح فيه، أن الأهل ينتبهوا لأولادهم، يعطوهم مساحة من الراحة، يشجعوهم صفة مستمرة، المشاعر الإنسانية، أحبك وأشجعك، هذه كلها الكلمات الإيجابية هي محرك جداً. محرك
يقاوم مضاد للقلق، فالطفل يحس أو حتى الشاب في الثانوية العامة أن أهله مقدرين على الرغم من جهود اللي أنا أسويها، فبالتالي أنا بسوي جهدي، بيكون عنده نوع من الرضا، ما بيكون عنده قلق بقدر يكون الرضا أني أنا إن شاء الله بسوي الأقدر أقدر عليه واللي مكتوب بإذن الله تعالى بيجي. أختي الغالية، يعني الأسبوع اللي طاف جاءنا اتصال أنه من أم سبحان الله ابنها كان وصل إلى الدراسة الجامعية وفجأة، وكان كله بإذنه تعالى على المستوى العالي من الدرجات، وفجأة دخل في اكتئاب. فلما ذكرنا سبحان الله يعني المواضيع، قلنا ممكن يكون الضغط النفسي العائلي أو المجتمعي والتوقعات هذه. صح. بالنسبة لأختنا الكريمة الحامل، الله يهنيك، وحملي وحملي، لكن كذلك نشجع المبادرة بعد الأكيد نجاوب على هذا الموضوع المبعد، مثل ما ذكرتي دكتورة فنة، مهم جدا جدا. أيوة، لأن الأم تحتاج فترة راحة يعني جسدية وذهنية ونفسية، هي يعني تحملت مشقة الحمل ما شاء الله 9 شهور، وعندها بعدين الرضاعة، هذا الرضاعة نحن ننكد عليها الإنسان ونحن مسلمين 2 سنين، الطفل لازم يأخذ مناعة كافية عن طريق الرضاعة الطبيعية ثم المكملات. فتخيلي هذه التربية خلال هذه المدة، كثير من الجهد على الأم، الله جسديا ونفسيا وذهنيا، فيبغى لها استراحة فترة من الوقت، وهذا سبحان الله مشرع في الدين عشان توازن الهرمونات. بارك الله فيك، يعني لكل شيء أختي الغالية، يعني سبحان الله ليها لصحتها للطفل للعائلة، لأنه أكيد في قبله أحد موجود كذلك، يعني سبحان الله. صحيح. فترة عمرية محتاج، فكله مقدر أن هذه الفترة تكون كافية الأم أنها تسترجع طاقتها، يصير توازن فيزيولوجي في الهرمونات، ومن ثم تقدر تعطي مرة ثانية وهكذا. فلما تكون فترات الحمل متقاربة الهرمونات ما اتزنت، فيصير عندها خلل في الهرمونات وعندها قابلية الاكتئاب ما بعد الولادة. بارك الله فيك، تزيد أكثر معها. نعم، لازم نركز على الموضوع. طيب ارتباط القلق بالتغذية دكتورة، هذا مهم جدا. في بعض الفيتامينات مسؤولة عن تحسين مزاج. أي نعم، تحسين المزاج وكذلك يعني تغذية الجسم عشان الجسم يقدر ينتج. فمثلا نقص في الحديد، هذا من أبسط المظاهر اللي تعطينا الأنيمية، فقر الحديد بدل ومن ثم يصير عندنا الخفقان، الخمول، الإرهاق، الإغماء، تعكر المزاج. بارك الله فيك أختي الكريمة. وفي شيء ثاني بعد. نعم. أختي أميرة، إنه هو الرياضة يعني هرمونات، ليش أنتوا تضيعوا هرمونات السعادة؟ يعني الإندورفين ما حد يبيها، ينزل كل ما الإنسان يتحرك ينزل الهرمون، عندهم روشتة سعادة ببلاش بالطبيعي. اللهم صل على سيدنا محمد، جزاك الله الخير. انزل في رسائل النصية وبعدين نفرد المجال للمكالمات إن شاء الله. إنه الرسائل النصية، إنه دكتورة فنة، طبعا أنا مثل ما ذكرت الشكر جزاكم الله خير والتواصل، فما بنذكر الكلام الشكر، لكن مثلا إنه القلق النفسي، أنا دائما أحس بقلق نفسي في أوقات معينة، هل أنا عندي قلق؟ بمعنى إنه لما جي أسافر قلق، قبل رمضان عندي قلق، قبل الأعياد عندي قلق، هل هذا يعتبر قلق؟ إن شاء الله بنجاوب. الثاني قال أنا أعاني من قلق مزمن، وبالفعل كنت حاب أنه أطرح قصتي أنه أعاني من قلق مزمن وعلى أدوية وكذا، وأتمنى كل الناس حقيقة تبتعد على قد ما تقدر من الأعراض القلق. رأيك؟ بالنسبة للأخت اللي تقول أنه عندها فترات معينة تجيها القلق، هذه نحن نسميها الهلع، الهلع أكثر من أيوة القلق، لأن هي مرتبطة ب يعني موقف معين أو فترة زمنية معينة وتنتهي بانتهاء الموقف. هذا اللي يفرق بين الهلع وبين القلق. صح. الهلع مثلا أنا بسوق السيارة على سبيل المثال، عندي مشاعر قلق هي شبيهة بالهلع، خفقان، نفضة، جفاف، وقد يكون مرتبط بحدث غير سعيد. صحيح. حدث لها، بارك الله فيك، قديم هي ما تذكر هي صغيرة. صحيح. وما تم يعني حتى مواجهة هذا المشاعر السابقة، فتراكمت الآن لما جت في موضوع أنها فيها تقريبا مصير حياة وموت، مع أن السيارة يعني شيء طبيعي أنه واحد يسوق، بس صارت عندها من حادثة سابقة، يمكن تراكمات، بارك الله فيك، صار حادث عليه قريب، فتراكمت عندها المشاعر الحزن، فلا شعوريا طلعت المشاعر مرة ثانية لما هي دخلت في نفس الموقف اللي هو السواقة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا أختي الكريمة دكتورة أميرة، هي عملية تنظيف النفس. أيه. يا جماعة أنا دايما أقول سبحان الله، يعني ولنفسك حق، لابد من أن نحن نريحها، لابد أن نحن نحافظ على سلامتها حقيقة من النواحي النفسية. إذا تسمحي لي أكد على الموضوع الآن من الهلع، لأنه مرتبط بالمواقف. يعني إذا مثلا أسوق سيارة مثل ما ذكرنا، أو أطلع المصعد، يجيني مشاعر الخوف،
هذه تنتهي بانتهاء الموقف الامتحان. عندي أقدم عرض مثلا برزنتيشن عرض تقديم، يجيني القلق والخوف، ينتهي البرزنتيشن انتهت المشاعر. فننتبه أن نستعين بطبيب على الأقل أتعلم المهارات أن كيف نفسك. نعم مرشد نفسك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. صباح الخير أختي الكريمة وضيفي الكريم، حياكم الله وسهلا. الأستاذ حمد المحاربي، حمد محمود بن ناصر المحاربي من حميه ولاية الجبيل المحافظة الداخلية. ونرحب بالدكتورة ضيفة الحلقة، وكل عام بخير وانت بصحة وسلامة. حياك الله، صباحك الله بالنور. ممكن نسلم عليها؟ حياك تسمع، تفضل. حياك الله دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله، مبارك عليك الشهر الكريم. الحمد لله، مبروكين وعلى أمة محمد. الله يسلم. كما يسميه بعض الناس أختي الدكتورة عقدة نفسية. أول بداية تعلم السواقة مثلا، مرة تلقاها متخوفة أن أول مرة تركب السيارة أو أول مرة تركب الطائرة. نعم. يعني يحدث النفس هذا، يعني اللي ما متعود على شيء. صحيح. في بداية الأمر وعند الاهتمام وعند المثابرة والاهتمام يعني والعزيمة والتأكيد والإصرار يتحقق كل شيء يعني. صحيح. كل شيء يتحطم، الخوف والهلع والفزع. صحيح. بارك الله فيك أخونا الكريم. مثلا يدخل الإنسان مكان، يمر على مكان في منطقة أو في منطقة جبلية. نعم. مثلا يخاف الليل. صحيح، لأن الإنسان إذا ما تعرض لمشاعر سابقة أو مواقف سابقة هذا شيء طبيعي أن الإنسان يشعر بخوف، لكن لازم يكون في عنده معلومات سابقة عن الشيء اللي بيعمله أو اللي بيتعرض له، وبالتالي تقل عنده علامات الهلع أو القلق. ويقول الله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، لازم الخوف وكذلك الطمع. بارك الله فيك أخونا الكريم. طيب ناخذ الاستفسار أخونا الكريم، على أساس عندنا مكالمات تنتظر إن شاء الله، وقت البرنامج محدود. شكرا سيدتي. تسلم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالك دكتورة؟ حياك الله، الله يسلمك، تفضلي. الله يسلمك، كيف حالك؟ خير، الله يسلمك عافيك. حياك أنا دكتورة، عندي قلق وتوتر. شفاك وعافاك الله عز وجل حبيبتي. أيوة. وأنا يعني وعندي هجوم أكل السوي لخفقان توتر، وعندي نفضة في التوتر يعني. خفقان. أيوة. نفضة. ومنو شخصك أنه عندك قلق أختي الكريمة؟ تابعتي مؤسسة صحية؟ تابعت مستشفى ويعطونا عن حبوب ضربات القلب وأي شيء يعني، وعن التوتر. شفاك. يعني يوم أشرب خفا عني الله يرد مرة ثانية. إذا توقفتي عن الأدوية يرد مرة ثانية. أيوة. من كم سنة صار لك تأخذي هذه الأدوية؟ الحين 2009. 2009 ما شاء الله، يعني صار لك يمكن 8 سنوات. أيوة. طيب أختي الكريمة. أيوة. بالإضافة للأدوية، أدوية هذه الأدوية الكيماوية هذه، هل أخذت كذلك بدائل ليها؟ مثلا عملوا لك، مثلا علموك على جلسات إراحة نفس، يوغا، تحدث مع أحد معين، ولا بس أدوية؟ دخلوني عند دكتورة نفساني. أيوة. وعطتني علاج مدة 6 شهور ووقفت العلاج. ليش وقفتي العلاج؟ بس وقفته يعني تعبت دكتورة، عندي بعد عندي تضخم في الرحم واخذ علاج الهرمون. هذه كل عوامل. أيوة. متراكمة. ومعدتي وايد تتعبني يوم أشرب هذه الأدوية. بارك الله فيك. إنزين حبيبتي، تمام. إذا أنت أختي الكريمة الحين موقفة الدواء، أساس الدكتورة بس نوصل الرسالة، أنت موقفة الحين أدوية القلق. أيوة. موقفتنهم. طيب ليش توقفيهم؟ أيوة. احنا نقول لك لا توقفي اي دواء، اي دواء لا توقفيه، لانه ممكن هذا يسوء بالنسبه لك انت، يعني تسوء حالتك، لانه عندك مشكله صحيه ثانيه، عرفتي كيف؟ الا اذا باستشاره، يعني الطبيب اللي يعالجك في الطب السلوكي هو اللي قال لك، النفسي هو اللي قال لك لا قللي الكميه او بيغير لك الدواء لدواء ثاني، بس انه بنفسك يعني توقفيها هذا كثير احنا عتبانين عليك. بنجاوب ان شاء الله، بنعقب على هذا الموضوع ونتمنى. بس عندي انا الهرمون اللي تضخم يعني في الرحم. ايوه. اشرب الحبوب عشان يخف عني التضخم في الرحم. زين حبيبتي. وما اقدر يعني اشرب هذاك الدويات وايد كثره، من قال لك القلب زياده؟ من قال لك حبيبتي ما تشربي؟ هل انت حسيتي تعبتي منهم ولا لانه في فريق طبي الحين يعالجك، انت يشرف على علاجك. تخصص. أيوة. النساء والولاده. طبيب باطني وطبيب نفساني. وطبيب. بارك الله فيك. وما طبيب باطني بعد، طبيب نساء.
طبيب نساء. بارك الله فيك. فلازم أيوة. أن الاستشارة من هذا وهذا تكون مباشرة أختي الكريمة. صح. مباشرة جدا. صح. صح. فأتمنى أنه هذه هذه النصيحة تكون في البال. دكتورة أبا طلبك يعني طلب متى تسوي المال طبيبة نساء؟ طبيبة نساء الأسبوع الجاي يوم الأحد بإذنه تعالى. يوم الأحد بإذن الله إن شاء الله. مشكورة دكتورة الله يعطيك العافية إن شاء الله. وأنت كذلك مشكورة. أحسنت. مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير دكتورة فنة، كيف حالك؟ صباح النور، حياك الله وسهلا إن شاء الله. حياك الله مبارك خير سلام. الشهر مقدم بشهر رمضان مبارك. اللهم آمين، وعليك وعلى أمة سيدنا محمد كافة بصحة وسلامة يا ربي وفرحة ومغفرة. آمين. أولا أشكرك على هذا التواصل دائما في شهر رمضان والبركة دكتورة فنة. تسلم أخوي الكريم، وبالعكس أنا ممنونة وكثير ممنونة وسعيدة بتواصلكم أنتم، جزاكم الله خير. تفضل. معاش أبو فيصل جمع الندابي، عندي عدة أسئلة لو تكرمتي. تفضل أخوي الكريم. كيف نقنع أولادنا من القلق أو التوتر في داخل قاعة الامتحانات؟ هذا سؤال. سؤال جميل. وكيف نقنع كبير السن الذي يحمل معه الوسواس بالعامية؟ الله أكبر، أي حلو. وما هي جميل. النصيحة التي تؤدي أن تقوليها للأصحاب الذين يشك أنه في داخل الوسواس؟ وهل هناك فارق بين الشك والوسواس؟ وأنا دائما أشكرك على هذا التواصل دائما. الله يرضى عنك، أحسنت أخوي الغالي، شكرا جزيلا. مشكورة وحياك الله وتحياتي لمريم، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك أخوي السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وسهلا. دكتور فنة كيف حالكم؟ الحمد لله أخوي، كيف حالكم أنتوا؟ وإن شاء الله بخير وسعادة بإذن الله. حياكم الله. عليكم شهر. علينا وعليكم بإذنه تعالى وكل من يسمعنا. معك أبو فلسطين خمس لي عربي. حياك الله أخونا أبو فلسطين، كيف الحال؟ ما شاء الله اسم جميل. الله يعطيكم الصحة والسلامة بإذنه تعالى. تفضل أخوي الكريم، حياك الله وسهلا. وكنت داخل معك في موضوع اليوم، الموضوع اللي تكلم عنه فيه عن القلق أو عن الأرق. أنا جاتني فترة من الفترات كذا كنت ما أجي نوم وكنت دائما في قلق وفي أرق. تمام. فاستشرت الدكتور العام طبعا، والدكتور العام حولنا إلى دكتور نفساني. بارك الله فيه. فهو قال طبعا احنا هذا ما نعني فيه حاجة، بس أبغاك احتراز لأن هو هذا القصص. فبإمكانك أنك تكون يعني بإمكانك تكون تشرح الموضوع ويكون هو يعني أفهم. تمام بارك الله فيك. فقلت له إن شاء الله. فلما جيت رحت مع الدكتور نفساني حكيت عنده وجلست مع الجلسة الأولى طبعا. فأعطاني يعني أعطاني حبوب يعني كثير. زين. فاستخدمت الحبة هذه، فقال حبة تستخدمها قبل لا تنام عشان تساعدك للنوم. أيوة. فلما جيت كنت الصباح يعني تخيلي ما قدرت أشيل نفسي أبدا من الفراش. أيوة. يعني خدمنا كنا في حاجة ثقيلة. أيوة. يعني فيني كده. أيوة أيوة. فاليوم وكل جسمي كامل كل جسمي عان يعني عنان. وحس بالعطش كثير. بارك الله فيك. طيب. وعندي مثل الجفاف. فصرت للدكتور قبل أنت بعد يومين ثلاث أيام بعد ما خفت الحالة هذه. أيوة. قلت له دكتور، قلت له يعني يمكن يكون سبحان الله في حاجة خطأ أو شيء. تمام. وقلت له دكتور أنا صار لي أعراض كذا 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 كذا. تمام أخي الكريم. فقال لي لابد نكون تستمر عليها. بارك الله فيك، بارك الله فيك. أيوة، تستمر على الحبوب، إنه هي يمكن في بداية أنت استخدامك وبدت عليك هذه الأعراض الجانبية للحبوب. أيوة. بارك الله فيك. تمام. فهي هذه يعني. وانت استمريت باذنه تعالى عليها؟ لا ما استمريت حقيقه، توقفت عنها. انقطعتها والاعراض ما زالت موجوده اخوي الكريم؟ لا لا لا، الاعراض الحمد لله راحت يعني، لان هذه شبكه هو القلق يا اخي حاجه. اها. يعني الانسان لما يكون القلق والخفقان الاشياء هذه منه بنفسه يعني. بارك الله فيك. يكون يعالج نفسه بنفسه. بارك الله فيك. فانا فعلا يعني اذا تركت الحبوب علشان يكون عالج نفسي بنفسه الحمد لله بالعالمين يعني. مع حفظت. القران ومع بارك الله فيك. مع نفسي. الله يبشرك بالخير والصحة والسلامة، والله أسعدني حقيقة بهذا الكلام. وأنا حقيقة اتصالي مداخلتي هذه. أيوة. يعني الإنسان إذا حس بالقلق والأرق يعني ما قبل لا يلقى للحبوب الأدوية. أيوة. يكون أول شيء عالج نفسه بنفسه. بارك الله فيك، أحسنت هذه الرسالة. وفيما بعد إذا ما حصل نتيجة فيما بعد ممكن يكون يلجأ. الله أكبر، اللهم صلي على سيدنا محمد. وممكن كذلك يدمج الاثنين أخوي الكريم بإذن الله عز وجل لو احتاجهم لا قدر الله عز وجل. أحسنت، تتوقع هذه بإذن الله رسالتنا إحنا النهائية. شكرا وبارك الله فيك والله يعطيك الصحة والسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي الكريم، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله، الله يسلمك، كيف حالكم أنتوا؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير. الله يسلمك وأنتوا بصحة وعافية. اللهم أمين وبصحة وسلام أخوي الكريم، حياكم الله وسهلا. الله يعطيك العافية، بس عندي استفسار بسيط. تفضل أخوي الكريم، نسمع إن شاء الله.
بالنسبة للشخص يعني اللي هو كثير السرحان أو كثير النسيان، أيوة. مثلا يمكن حاجة في دي تكون وهو لدرجة أنه يدور عليه. سبحان الله. يعني هذا السؤال، هل هذا الشيء يدل على أن الشخص هذا عنده مثلا حالة نفسية ويعاني من اكتئاب وقلق؟ انزين خلينا أسألك الحين، اللهم صل على سيدنا محمد، سؤالين ثلاثة. أولا من اللي يعاني هذا الشيء؟ أنت بنفسك عساس تكون الصورة أوضح لنا أكثر، أنت أخوي الكريم؟ ايوه انا. وكم صار لك تعاني من هذه المشكله انه تنسى حتى لو الشيء في ايدك وانت ناسنه؟ والله تقريبا الحين من فتره، يعني يمكن الحين من قدر نقول شهور يعني. بارك الله فيك، انزين شهور. طيب ايش معدل اقصى حاله نسيان وصلت لها؟ يعني وصلت لها يعني قدر تقول ان خليت حاجه يعني مثلا ما اتعدت خمس دقائق انا ناسنها وين خلينا. سبحان الله، انزين هذا واحد. يعني كل يوم كل يوم وتستمر مثلا عندك مثلا؟ ايوه الحاله هذا مستمر. ولاحظوها اللي جنبك عندك في البيت الاهل؟ في ملاحظه من قبل الاهل بالنسبه لهذا الشيء انك وايد تنسى. طيب عندك سكري؟ عندك تاخذ ادويه مال صرع؟ صار لك لا حادث؟ لا 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 لا. ما عندك اي مشكله صحيه ابدا؟ كم عمرك اخوي الكريم؟ عمري 31. يا تم صغير. رحت يعني رحت المؤسسات الصحيه طلبا مثلا الاستشاره؟ ما رحت مؤسسه صحيه، ما رحت. الله يعطيك الصحة والسلامة. طيب احنا نطلب منك بإذن الله، كونها انها استمرت فترة طويلة وسببت قلق عندك، هي الدكتور ان شاء الله بتذكر هذا الموضوع، لكن نصيحة سريعة، كونها سببت قلق عندك والمحيطين حواليك انتبهوا لهذا الموضوع، اتوقع بإذن الله انه اقرب وقت تروح لاستشارة طبية مباشرة اخوي الكريم بإذن الله. ان شاء الله. تسلم تسلم، بارك الله فيك وشكرا على تواصلك، شكرا جزيلا. اذا بإذن الله نوقف شوي المكالمات بإذنه تعالى ونرجع شوية سريع على الرسائل. طيب أهم الرسائل اللي جات، في بعضها تداخلات، في لبس ما بين في بعضهم من الأهالي يقولوا هذا دخل جن. ودكتورة فنة إيش رأيك؟ يعني إحنا شوية بنستعرض يمكن هذا الموضوع في النهاية وضيعتها. وبعد ذلك دكتورة قولي لنا كيف أنا أخفف من أعراض القلق عندي. نسرد الأسئلة دكتورة أميرة سريع. أولا الأخ أبو فيصل تداخله كان أنه كيف نقنع أبنائنا أنه ما تقلق، أنت مزين، كيف نحفزهم إيجابيا أبنائنا ونزرع هذا الشيء من البداية؟ والله سؤال جميل. فئة الشباب، فئة المراهقين، أنه ابتعد عن القلق. أنا أحبك كابن أو بنت. صحيح، هذا الموضوع كثير مهم، ودائما نركز على الابن وننسى المحيط اللي هي الأسرة. الأسرة لازم هي تهيئ البيئة لهذا الطالب أو هذا اللي داخل على امتحان، سواء في مدرسة جامعة أو كلية. الأسرة لازم تكون مساند رقم واحد، تهيئ البيئة المناسبة، توفر مساحة من الراحة، يعني تحرص على الغذاء الصحي المتكامل المتوازن والقسط الكافي من النوم. بارك الله فيك. هذا المعايير الأساسية اللي الأسرة لازم تحرص عليها، ومن ثم تبقى الدافعية عند هذا الطالب أنه هو يعني يبرز أكثر على ضوء المحيط الإيجابي اللي هو عايش فيه. وما أحلى، وفي رسالة توعوية كذلك. نعم. جميلة أختي أميرة، أنه هو الاستمرار. نعم. ما نجي بس فترة الامتحانات وبعد ذلك نبدأ في روتين التأنيب وعارفة كيف، ويعني وأنه إحنا كثير حقيقة يعني تكون عادة، تكون عادة نعيش عليها. سبحان الله، يعني حتى في الـ يعني التربية النبوية والسنة النبوية دللوهم لفترة وصادقوهم. نعم. لفترة، ويعني تدرج. نعم. تدرج أختي الكريمة مراحل. ومحلاتها لما تكون هذا التدرج محاط بمحبة. صحيح، يعني حقيقة محبة الوالدين، تفهم الوالدين، انغماس الوالدين بشكل إيجابي في هذا. ما ركز نفس الشيء على موضوع التوقعات العالية. هذا كثير هي للتعب الإنسان، لأنه هو يكون الله. في محط مقارنة مع إما أقرانه في المدرسة أو حتى أخوانه في البيت. أنت ما شفت أخوك الأكبر عنه كيف كان؟ مقارنة، هذه المشكلة. وفترات سبحان الله يقارن بعد مش في البيت نفسه، بالقرين. صحيح. وهذه بعد سبحان الله إحنا ننسى الجانب الوراثي. فترات حتى هذه القدرات لها، القدرات التعليمية لها جانب وراثي يا جماعة. صحيح. فإحنا ما ممكن أنا أقارن يعني ابن الجيران بابني أو بنتي. طيب أختي الكريمة، المتصل أبو فيصل، خلينا نسردهم بعدين. نعم. نروح لأخونا اللي قبل. نعم. يتكلم جزاه الله خير عن الوسواس. اي نعم، هو ذكر موضوع كثير مهم.
الوهم والشك. والشك وذكر موضوع الوسواس عند كبار السن. هذا شيء طبيعي جدا، لأن الإنسان مع العمر في عنده تغيرات كثير تحصل، خاصة في المخ، فيصير ضمور في أنشطة وخلايا المخ، فمن التغيرات اللي تحصل على الإنسان يصير عنده نوع من الغضب لأنه بدأ ينسى، يصير عنده نوع من الحنين للماضي، يتذكر الأشياء القديمة، يتذكر يعني الذكريات القديمة أكثر من الحالية والأشخاص من العاش. نعم. وهذا أختي الغالية يعني سبحان الله، هذا سنة يعني الحياة. اللهم صلي على سيدنا محمد. وهذه تغيرات تحدث لجسم الإنسان بالكبر، نحن نتحمل كبار السن ونتهيأ أن نتعامل مع هذه التغيرات في المرحلة العمرية. الله أكبر. أختي الكريمة دكتورة أمير، هذه لبركة. نعم. يا الله ما أحلى بيت في كبير سن. نعم. يا جماعة والله نور في نور حكمة. اللهم صلي على بركة 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 لا تعد ولا تحصى سبحان. نعم. الله. الوسواس دكتورة أميرة، يعني أبو فيصل كثير ركز على. نعم. في ناس تشك، وقد يصل الشك من يعني من مرحلة دنيا إلى مرحلة عليا. صحيح. وللأسف لا قدر الله لو عانى من المرحلة العليا من الشك، هذه سبحان الله قد تقضي على أساسيات في حياته وتلغيها. هل هنالك ارتباط ما بين الشك والوسواس والقلق لما يكون قلق كثير؟ لأن القلق ينتج لاحقا بالوسواس. بارك الله. وإحنا بنفرد الوسواس القهري. نعم. وهو. نعم. يعني سبحان الله أخس أنواع الوسواس. نعم. ابننا اللي اتصل قبل أنه أنا عندي قلق وتوتر وعنده الأعراض اللي ذكرناها. نعم. خفقان وسبحان الله التعرق وكذا، وكان يأخذ الأدوية ولكن سبحان الله فجأة وقف عنها. نعم. هو ذكر الأخ الكريم أنه كان عنده أرق وقلق وراح للطبيب نفساني وصف له بعض الأدوية، لكن عملت له ثقل في أول الصباح وخمول وتعب وإرهاق، فاضطر أنه يتوقف عن الأدوية. نحن ننصح بشكل عام أن نركز في موضوعين. لما نأخذ الأدوية الطبيب عنده خبرة كافية يحدد الفترة الزمنية للدواء ويخبر المريض كذلك بالأعراض اللي ممكن يشعر فيها في البداية، وهذا شيء عادي. نعم. دكتورة يعني بارك الله فيك، كل دواء هنالك جانب، لكن هو يعني إحنا نقطة مهمة لازم نركز عليها، ما نوقف أي دواء بدون استشارة الطبيب مباشرة. نعم. هذا شيء نحن كثير نحاول ننصح ركز عليه هذه الفترة للأخوان الله يشفيهم جميعا، إن ما يترك الدواء إلا بعد الاستشارة. الطبيب هو اللي بينقص الجرعة وهو بيعدل في الجرعة أو إنه يلغي الجرعة ويضيف حاجة أخرى. رقم ثنين، تأخر في مواعيد الدواء، احتمال هذا النوع اللي خذاه كان الفكرة إنه يقلل من يعني زحمة الأفكار، فبالتالي يعطي نوع من النعاس حسب التقييم. أنا ما أقدر أحكم الآن إيش كان نوع الأعراض اللي يكون فيها الشخص، لكن في بعض الناس يأخذ الأدوية ساعة 10 بالليل وهي مفترض يأخذها ساعة 7، فبالتالي الصباح بيكون ثقيل وراسه ثقيل ويحس خمله يعني عنده خمول، وبالتالي ما عنده رغبة يروح للدوام. فنركز على مواعيد الدواء والجرعات. بارك الله فيك، كلام جميل. أخونا المتصل ما شاء الله جزاه الله بخير، اللي قال سبحان الله كان عنده نوع من الهلع. نعم. الوقت سبحان الله ودخل بإذن الله يعني بالعلاجات المصاحبة للعلاج الدوائي دكتورة أميرة، وبإذنه تعالى حصل الفائدة في ذلك. فأنت ذكرت جزاك الله ألف خير أن هنالك يعني معايير مختلفة للعلاج. نعم. قد تكون دوائية كيميائية وقد تكون سبحان الله مساندة لها. نعم. فإيش رأيك بالنسبة للقلق، إيش هذه المساندة؟ أكيد نحن لما نتكلم بالنسبة للقلق عوامل كثيرة تحكم القلق، قد يكون تغيرات فيزيولوجية من داخل، هرمونات، أمراض وعكة صحية، وبالتالي فكر في هذا المرض، أنا وين بكون، هل بشفى، هل بيزيد المرض، هل بيتوقف، خاصة معنى الأمراض المزمنة وخاصة بداية مرض مزمن سبحان الله. فهذه مثلا هذا جانب عندنا، قد يكون قلق بسبب يعني أحوال اجتماعية محيطة. مثل ما ذكرت الأخت أنه كان عندها تضخم في الرحم، وبالتالي وقفت أدوية القلق لأنها هي خافت أنه زادت عليها الأدوية. فالإنسان ما يكون طبيب نفسه، يرجع لجهة الاختصاص، والطبيب أكيد بيعدل الجرعات ويراعي يعني الجانب الصحي. إذا عنده إنسان أي مرض صحي ويعني أي مرض مثل ما صار مع الأخت الكريمة، وبالتالي عمل توازن عشان يقلل الآثار الجانبية. بالنسبة للأخ الكريم لما ذكر موضوع القلق، بالإضافة للأدوية عندنا شيء ما يسمى بالإرشاد النفسي، التفريغ والتنفيس عن طريق الكلام. فيمكن الإنسان ما عنده أفكار معينة عن شيء معين، بس لكن لما يكتشف هذه الأفكار ويواجه فيها الطبيب
ويعني تعلم كيف يتغلب عليها، هذا جانب كثير مهم. فقد يكون الإرشاد النفسي مصاحب للأدوية وقد يكون من دونها كذلك. تبارك الله فيك. متصل الكريم الآخر، الله يعطي الصحة والعافية يا رب الكون، عمره 31 سنة وبدأت تظهر عليه لمدة فترة شهور سابقة كثرة النسيان والسرحان، لدرجة أن المحيطين حواليه سبحان الله لاحظوا ذلك، هو بنفسه بدأ يقلق ويطلب المشورة الصحية حول ذلك. ما عنده أي أمراض ولله الحمد. نعم، نحن قبل ما ندخل إيش أسباب النسيان، قد تكون نقص في الفيتامينات المسؤولة عن الذاكرة، فبالتالي لازم نرجع للطبيب نحاول نعمل فحوصات شاملة، نعمل حتى مقطعية تحتاج، يمكن في عندي جزء من الدماغ لا يصل إليه الدم بكمية كافية وبالتالي هو عمل لي نوع من النسيان. هذا جانب. قد يكون احتمال عنده ضغوطات في العمل، فبالتالي يصير عنده مثل توقف يعني زمني لحظي في بعض المواقف اللي ممكن يتعرض لها، فهذا الضغط النفسي أحيانا كثيرة يعمل موضوع النسيان. الاكتئاب، يمكن هو يمر بمرحلة الاكتئاب لأن شفت لاحظ يعني نغمة صوته هادية جدا وطويلة، فاحتمال عنده اكتئاب وهو ما يعرف عنده بوادر اكتئاب، فممكن يشوف الطبيب لأن من أعراض الاكتئاب يكون عندهم النسيان من بين الأعراض الثانية، والسرحان كذلك. بالإضافة لا ننسى إذا الإنسان عنده مثلا صرع، هذا من المشاكل الصحية كذلك تأثر على ولا قد لا تظهر حتى في هذا العمر، الصرع قد لا يظهر معه، قد يكون صامت. الله يكون عنده بارك. نعم، قد يكون صامت. لا ننسى الحوادث كذلك، هذا من بين الأشياء اللي نحن دائما ما نعطيها اهتمام، صدمات المباشرة للرأس. طيب ناخذ بإذنه تعالى أخواننا، احنا بنعادل على أساس ما يزعلوا اللي معانا في تويتر والرسائل والمكالمات. الحين نرجع للتويتر دكتورة أميرة. أولا دكتورة فنة، كيف يتم تشخيص القلق؟ تمام. وبعدين دكتورة فنة، لا تنسوا الاكتئاب لا ينتهي حلقتكم بدون ما تخبرونا عن الاكتئاب والوسواس القهري. طيب دكتورة، هل هنالك غذاء معين يرفع المزاج؟ والله يا ريت، بس هو يعني ممكن نقول ننصح بأشياء معينة. خلنا ناخذ هذه أختي الكريمة، القلق ذكرتي دكتورة أميرة أنه هذه أعراضه، تشخص كلينيكي سريريا كلينيكيا يعني رزنامة بوتقة أعراض معينة مثلا؟ نعم، في البداية عن طريق مثل ما ذكرنا التقييم الكلينيكي السريري، نحاول قد استطاع نشوف هل عنده خلل في الهرمونات، لأن عندنا الغدة الدرقية مسؤولة كذلك عن موضوع يا اما القلق يا اما الاكتئاب. لما يكون نشاط الغده الدرقيه زايد يصير عنده مظاهر قلق، لما يكون نشاط الغده الدرقيه خامل يعطينا مظاهر اكتئاب. فنتاكد من موضوع الغده الدرقيه مع الطبيب، نتاكد من موضوع وظائف الكبد والكلى، هذا كثير مهمه، توازن الفيتامينات في الجسم لان احيانا تكون مسؤوله. لا ننسى فيتامين د من بين الاشياء اللي نحن ما نحط كثير عليها بال لكن هي مسؤوله عن مظاهر الاكتئاب والنسيان، ومرتبطة كثير حقيقة سبحان الله بدراسات كثير أثبتت أنه حتى المزاج مرتبط بفيتامين دال. سبحان فيتامين الله دال، لأن فيتامين دال مسؤول عن تحسين الحال المزاجي بشكل اللهم عام. اللهم صلي على سيدنا محمد. إذا نقص مشكلتنا احنا الأخت الغالية أنه يعني ما نتعرض للشمس، والله يعني هذه اللي النقطة اللي كثير احنا عتبانين عليها احنا، وما عدنا احنا في مجتمعنا المحلي بس حتى في المجتمعات المحيطة. تلاقينا دائما في البيت ويلا حر وشمس وما أقدر أطلع، بالعكس صح احنا نمر حاليا بفترة الذروة من يعني درجات الحرارة في الصيف، لكن كذلك هنالك سويعات، احنا ما نقول ساعات، سويعات ذهبية لابد ان الانسان كذلك يستغلها. بارك الله عندهم فيك. اول الصباح 15 دقيقة حسنتي من ساعة 6 ل 7 هذا اللي بعد الشمس ما سخنت، هذا اكثر فترة يمكن يحصل على فيتامين دال. في الفترة الثانية اللي هي الفترة المسائية قبل الغروب، بارك الله، فبالتالي ممكن نستفيد من هذه الفترة. أختي الغالية، وما هو يعني ما تأخذ وقت والله، يعني بس تعرض مباشر ومستمر 15 دقيقة، يعني احنا نطلب أكثر لكن 15 دقيقة تكون متواصلة. ولا ننسى الأكل، أي والله. نوازن في مشتقات الحليب والراعي اللي عندهم حساسية واللي عندهم مشاكل يعني مرتبطة بحساسية عسر الهضم، فبالتالي نحاول قد استطاع اللي مثلا اللي عندهم أمورهم طيبة مع مشتقات الحليب ياخذ على الأقل من 2-3 أكواب من الحليب باليوم.
بارك الله فيك، بارك الله فيك مع تحرك الشمس. نعم. نرجع مرة ثانية وموضوع القلق إن شاء الله. الأعراض هي اللي تؤدي إلى التشخيص، ومثل ما ذكرتي أنه مؤقت قد تكون على شكل هلع أو نعم. تكون العلاج ما شاء الله دوائي ومكملات أخرى. ندخل في الاكتئاب على أساس باقي ربع ساعة لوقت البرنامج. أعراض الاكتئاب، تعريف الاكتئاب أول شيء وأعراضه. نفس مثل القلق، اختلال في توازن الهرمونات والمستقبلات الكيميائية الموجودة في الدماغ، فبالتالي يشعر الإنسان بأعراض التالية. أولا يشعر بقلة الثقة بالذات، شعور بالذنب، الإرهاق، القلق، التعب، الشعور بالذنب ان انا مقصر في حياتي وما سويت وصلت لهدفي. دائما كذا يعني تحسين وش ممكن يحصل في المستقبل. من بين المشاعر الثانيه يقول انا كثير مقصر مع الناس وبالتالي انعزل. هذا اصعب عرض اللي يمكن يمر في الانسان هو الانعزال، العزلة الاجتماعية. بارك الله فيك. يبتعد عن الحياه الروتينيه، ما يحب يخالط الناس، ما يحب يروح المناسبات، وينعزل، يوصل مرحله ان حياتي ليس لها قيمه، وهذا اقصى الدرجات نحن. وهذه لا قدر الله إشارة لدخول لمرحلة أقسى، أنه هو ممكن رغبة، لا قدر الله، رغبة ينهي الانتحار. نعم، هذا أخطر المراحل. نحن ننصح الناس إذا شعر ببوادر أن أنا حياتي ما تسوى، أي والله، وأن أنهيها على طول، يطلب الاستشارة. ولا حواليه. نعم. دكتورة أميرة حقيقة. نعم. إلا حواليه ينتبه لهذه العلامة، لأنها حقيقة قد تحدث في أي لحظة، وأتوقع حق للمصاب من المحيطين حواليه حقيقة واجب عليهم الانتباه. صحيح. لهذه المرحلة لو شخص بأنه اكتئاب وياخذ الأدوية بإذنه تعالى، بدت عليه أعراض الانسحاب الاجتماعي وبوادر هذه الهلوسات أنه أنا حياتي ما لها قيمة وأريد، ويبدأ يتكلم بموضوع الانتحار ما الانتحار. نعم. أنا أتوقع هذه يعني ريد فلاك ساين. نعم. نعم. إشارة الحمراء اللي إحنا يعني أمانة كثير نحبذ يعني نحذر منها. نعم. الأعراض واضحة، الله يرضى عنك، والتشخيص كذلك قائم على هذه الأعراض، على التقييم وعلى التقييم السريري الكلينيكي والنفسي، وقائم على عمل الفحوصات والمتابعة المستمرة. نعم. إيش رأيك بإذنه تعالى في مفهوم يعني ذكرت القلق والاكتئاب وسبحان الله دكتورة أميرة يعني كلهم تلاقي في بينهم نوع من الـ أيوة. نعم. سبحان الله، يعني اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا رسالتنا حقيقة توعوية، ضروري جدا المتابعة المباشرة. أكيد. لا دكتورة فنة ولا دكتورة أميرة بيفيدوا بالاستشارة. نتمنى الأسر لما يلاحظوا الشخص متغير ما يستهينوا بالأمر ويقولوا خلوه، وما هو خطأ مساحة. قبل سبحان. نعم. الله قبل كان الناس كأنه تأخذه كأنه استجماء، كأنه شيء وصمة. نعم. أحسنتي، يعني كأنه هذا مودينها ومودينه للطب النفسي السلوكي، لا في شيء ابتعدوا عنه. لا احنا ايش نقول؟ نقول الجسد يتعب والنفس العقل نفس الشيء يتعب. نعم. والتعب هذا قد يكون عرض. نعم. وينتهي بإذنه تعالى. وهنا إذا تسمحي لي وصلنا لمرحلة رمضان كيف مفيدة للأشخاص. تفضل. لأن الناس اللي عندهم حالات اكتئاب خاصة اللي هم شخص قريب، حالات الخفيفة مش الحادة، يعني في أنواع مش الثقيلة ذات العيار الثقيل. نعم، لأن في بعضها تكون ذهانية، نحن ما ندخل في التفاصيل الأكبر. لكن الحالات البسيطة الاكتئاب لما يفقد السيطرة على نفسه، هنا الآن الصبر والتحمل هي اللي تخليه يرجع إلى الله، وهذا الشعور بالطمأنينة يعمل له اتزان نفسي، ومن ثم الإفطار الجماعي اللي احنا نجلس عليه، هذه المشاركة من قبل الأسرة هي تطلعه من العزلة. اللهم صلي على سيدنا. ففي يعني دكتورة أميرة أمس أنا وياها بالليل جزاها الله خير نتناقش يمكن الساعة 12 ونص بالليل، وتقول لي دكتورة فنة أريد كثير يعني أحفز جانب بإذنه تعالى الاستفادة الروحانية. نعم. في مجتمعنا. بارك الله. نعم. فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة، يعطيك العافية. اللهم أمين أخوي الكريم، ويعطيك ويعطي كل من يسمعنا بإذنه تعالى. تفضل الله طاعتكم جميعا. اللهم أمين. دائما دكتورة. تسلم دائما. الله يخليك. وأنتوا كذلك أخوي الكريم. اللهم وأنتوا كذلك وزميلاتي زملائي. الله يحفظ شامي جميعا. دكتورة أنا عندي سؤال حقيقة ما أدري يدخل في مضمونكم في مضمون الحلقة هذه عن عملية التصرفات السلوكية أو لا. في بعض الأحيان إنسان ما تحيط به عوامل عدة، فتظهر عليه تصرفات مثلا لما يكون في السيارة الوحدة، بسيارة بروحة يعني الوحدة وقاعد يمشي،
يتكلم نفسه كذا ويأشر بإيده ويأشر بحركات كأنه يتفاعل مع حد معين أو كأنه قاعد يشغل نفسه بالحديث في ذات الشيء اللي هو شاغل باله. أيضا الجانب الآخر بالنسبة لعملية نقص فيتامين د في بعض الأحيان على ضوء ما ذكرتم دكتورة، هي الأشعة المباشرة مثل ما أنتم أفدتم أيضا أفاد بها أحد الدكاترة سابقا، لكن مثلا في حالة امرأة وأنه البيت تعرف إذا كان هذا الشيء في نقص تام لامرأة معينة، فعملية التعرض للشمس أو الطاقة الشمسية مباشرة وكان البيت ما يعني تنزوي عنه الشمس مكان آخر، فأنت عارف عاداتنا وتقاليدنا في جوانب مثل هذه، غير المكملات الدوائية في جوانب أخرى غير هذه مثلا ممكن تنصحوا فيها أو توجهوا فيها. إن شاء الله إن شاء الله أخوي الكريم. لكن شوف، اللهم صلي على سيدنا محمد، الشمس موجودة، يعني ما يقدر الإنسان يخفي شمس أخوي الغالي أبدا، ما ممكن يخفيها. وفي البيت ممكن حتى يعني في الحوش نطلع، والله يعني مثل ما ذكر الدكتورة أميرة هذه الساعات الذهبية بداية الصبح نهاية اليوم نتعرض، يعني بس كذا نرفع على الذراع، ما هو تعرض حتى كامل، بس الذراع نعرضه للشمس بإذنه تعالى، وهذه هي الكمية اللي احتاجها أو الفترة اللي نحتاجها ربع ساعة إن شاء الله من عيوني. الحين بندخل في الوسواس وكيف، وهل هو صح أن الإنسان يريح نفسه لما يتكلم مع نفسه؟ أنا كثير هذه تعجبني حقيقة، سالفة أنه لما الإنسان يعمل رياضة يتحدث مع نفسه، بالعكس هذا شيء إيجابي. دكتورة عفوا معلش إذا كان الدكتورة بس تسلط على هذا الموضوع، أنا عن نفسي أتكلم عن نفسي، أنا فيني جانب يعني الحمد لله أنا حاليا حصل دكتورة ممكن ترد علي بي، أنا عندي حدة الصوت تعلو تدريجيا كل ما زاد استرسالي في الموضوع بدون ما أحس، الطرف المتلقي يتهيأ له أني أنا رافع صوتي حدة على أساس أنا منفعل نتنازع أي هذا اللي حاصل، وأنا المشكلة أن حتى جانب عملي يدخلني في إحراجات كثيرة سبحان الله، يعني أدخل مع مسؤولين في 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 إحراجات المتلقي، مثلا أتكلم مع الدكتورة حاليا أمر ما حد الصوتي في استرسالي أثناء الحديث تعلو بشكل أنت تلاحظي بأني أنا منفعل، وأنا بالعكس طبيعتي كذا سبحان الله. نعم. بارك الله فيك، إن شاء الله أخوي الكريم بنغطي كذلك هذا الموضوع، جزاك الله ألف خير. شكرا صحة دكتورة، أحسنت وبارك الله فيك. شكرا جزيلا يا أميرة، هذا الأخ الكريم. خلينا صراحة ناخذ الأخ المتصل الأخير الله يرضى عنه. نعم. هذه عجبني أنا سالفة أنه التحدث مع النفس. نعم، حديث النفس طبيعي، هذا نوع من التفريغ والتنفيس. بارك الله فيك. متى يكون غلط؟ لما أكون في حضور ناس وأتكلم ها؟ وأسب اللي منازعني أو اللي متضايقة منه وحد يسمع ويفهم خطأ، اللي هو مثل ما تقولي الأذن الثالثة، اللهم صل وسلم، ما موجودة. فلما أقول له في حد يكلمك قولي نعم موجود، هذا يدل أنه في خلل نفسي اللهم صل يا حسين. لكن الحديث البسيط مثل ما ذكر الأخ في السيارة يأشر ويتكلم، نحن نشوفه يستوي. أيوة. حتى معي يستوي، معاش أنت دكتورة. وهذا طبيعي لأن نوع من التفريغ السريع، أنا ما أريد أحمل هذه المشاعر السلبية اللي صارت علي في موقف العمل. ما أحلى إذا فرغنا دكتورة أميرة، ممتاز، تفريغ بصفة دورية إحنا نشجع عليها حقيقة. نعم. بس ما إنها بتكون مع العامة. نعم. وإنه هذا موضوع جميل، الله يعطي الصحة والعافية، إنه قال أنا يعني سبحان الله طبيعتي أتكلم، لكن سبحان الله في أوقات لما يكون صايم قد تعلو حدة الصوت. طبعا الصوت ما شاء الله الواحد لو يبحر في تكوين سبحان الله الحنجرة والحبال الصوتية ومخارج الحروف سبحان الله، هذه دنيا ثانية، علم ثاني سبحان الله. نتكلم من ناحية نفسية، أنا هو بالنسبة له أن هذا شيء غلط، لكن من الناس اللي حول لازم يفهموا أن الإنسان له طبيعة. أحسنتي، هذا جزء من شخصيته، بالإضافة عنده لقدراته العظمية. نعم. ما شاء الله، يعني وعنده الطاقة ما شاء الله أنه يغير في نغمة صوته. في بعض الناس أنا مثلا أتفاعل، انا ما يعني لما يصير انا لا انا يهدى عندي الصوت لا انا انفعل واتفاعل مثل اخي الكريم، فاريد اعطي زياده فتشوفيني ارفع صوتي. ايوه، فاحيانا بعض الناس يسمعوني يقولوا يعني هل انت كنت يعني عصبيه يعني علينا او شيء؟ لا، كان هذا نوع من الاندفاعيه اني اريد اوصل معلومه معينه، فهذا ما غلط. لكن هنا رساله توعويه جميله بنضيف له الاخ الكريم، بس خبر اللي حواليك. اي نعم، خبر اللي حواليك خاصه مدراءك في العمل شخصيتي. نعم، لانه هو الحين اشتكى انه يضعه في حرج، خاصه الناس، لان في شخصيات متباينه، في شخصيه هاديه
احسنت. في شخصيه اللي تحب نوع من يعني الاثاره وفي شخصيه اللي هي العصبيه. هو يمكن عنده نوع من جانب من شخصيته الانفعال، ما يظهر يمكن الا عن طريق الكلام، يعبر عنها بهذه الطريقه. في ناس بالضرب، في ناس بالكلام الجارح، في ناس بحده الصوت. تمام. فاتمنى انه يتعلم بعض تمارين يعني التعامل مع الغضب. يمسك مثلا كوره هو في الاجتماع، كره صغيره، ويحطها تحت مثلا طاوله اذا هو كان في طاوله، ويضغط عليها عشان يقلل التوتر، انه الطاقه السلبيه هذه تطلع. نعم. وتنزل عمليه الارسالات من الدماغ لليد، انه يتشتت عمليه الحده اذا بتصير عنده. فهذا عامل واحد. اثنين، يحاول قد استطاع ينام نوم كافي، ما يعمل المهام في اخر لحظه، وبالتالي يضطر الى انفعل، يعني يصير عليه هذا الموضوع. لا ننسى موضوع كذلك الافكار المتسارعه. في بعض الناس عنده من زحمة الأفكار على طول يريد أمواج. نعم. والله إلا خلصت فكرة جات الثانية. نعم. سبحان الله. فهذا شيء طبيعي في شخصيته، عنده تسارع في الأفكار غير أنه جزء من شخصيته. خاصة هذه المساكين الشخصية ألف، يعني أنا كثير أشفق عليهم والله. ناخذ الشخصية المثالية. ناخذ لأسف بس دمرتنا والله يا أميرة. ناخذ الوسواس. أنا أتوقع يا مريم نوقف شوي المكالمات لأنه آخر 4 دقائق إن شاء الله. بفرد أخواني عشان ما يتزعلوا، بفرد إن شاء الله المجال للتويتر إن شاء الله رسائل نصية، وسامحوني كذلك لو تأخرنا والله والوقت يركض سبحان الله. طيب دكتورة، المصابين باللي هو القولون العصبي دكتورة فنه، مدى إصابتهم بالتوتر والقلق والوسواس القهري. الوسواس القهري دكتورة فنه، كيف إن أنا أتعرض لي وكيف أنا أسيطر على أعراضه؟ أميرة سريع سريع ندخل في الوسواس القهري. الوسواس القهري هذه يعني نفس الشيء من الأمراض النفسية المكثير متعبة، لأنها تظهر على نوعين، أما قد تكون في أفعال تكرارية وسواسية، وقد تكون أفكار وسواسية. أفعال أنظف مثلا غسل إيدين كثير، عندي وسواس الاغتسال، أجلس في الحمام أخذ فوق الساعة وزيادة عشان أنظف الأماكن اللي ما قدرت أن أنظفها، أعد الكراسي اللي موجودة في المكان. يعني في نوع ما يأكل، في ناس ما تأكل مهريد ناس. نعم. عرفتي يعني سبحان الله. هذه المشكلة اللي هي بالنسبة للأفكار الوسواسية، لأنه وصل عن موضوع النظافة حتى لدرجة أنه يعني ينعزل عن العزومات، لأنه ما متأكد من نظافة الأكل اللي هم يقدموه. ويعني مثلا يتعذر أعذار كثيرة، أنا مشغول، أنا صار عندي ظرف، أنا عندي، فينعزل عن الناس، وهذا بعد مشكلة ثانية ممكن يتعرض لها. وقد تكون أفعال وسواسية، أفعال وسواسية قد تكون مثلا جنسية، قد تكون يعني مختلف الأشياء، أو هلوسة نفسية، أو هلوسة مثلا الأفعال يريد يقولها. نعم. سبحان الله. فهنا نجي مرة ثانية موضوع الصوم. الصوم يعمل تشتيت في هذه الأفكار، يعمل إحالة، بارك الله فيك، بدل يعني انشغل. كأنه كذا. نعم. يوديها بالمسار. نعم. الصحيح. اللهم صل على سيدنا محمد. بالأفكار اللهم صل وسلم، بالأفكار والأفعال الوسواسية، أنشغل بالعبادات. حسنتي. والتي هي تعمل لي تشتيت للفكرة، تشتيت للسلوك. حسنتي. وهذا من ثمرات صوم روحانية شهر رمضان المبارك بإذن الله، وما بعد شهر رمضان المبارك أختي الكريمة. يعني هي شوفي، اللهم صل على سيدنا محمد، حياة الإنسان دائما كذا سبحان الله، يوم أجمل من الثاني، ويجيك شهر رمضان المبارك نعيش أحلى 30 يوم ونطلع الله. ندخل بشهر بالأشهر، نكمل الأشهر الحرم بإذن الله، وندخل في ذي الحجة، وتجينا مناسبات. هي عملية التعود. نعم. ومثل ما ذكرنا وقلنا الإيجابية، والإيجابية في حياتنا الإنسان لابد أنه يكون هذا شعاره، وعملية أنه حفز النفس على النظر الإيجابية. نعم. حقيقة تبعد عنه كثير أمراض مزمنة سواء كانت عضوية أو نفسية بإذنه تعالى. الأكل يعني في واحدة تسأل تقول لي دكتورة فنة، قريت أنه كثرة استخدام أو أكل الفراولة، فواكه الفراولة، إذا ما جينا على الغذاء كل الغذاء يحتاج الجسم، والنعم بالله بالمختصر نوعوا يا جماعة. لو تلاحظوا في بعض الفواكه فيها تداخل في الفوائد، لأنها سبحان الله من مكوناتها تشتغل على أكثر من اللهم صل على سيدنا يعني محمد، وأكثر من فيتامين تعطي بارك الله. فبالتالي فيك. ما في، أنا وجهة نظري التخصيص في الفواكه لا يوجد أبداً. غير صحيح أبداً. حتى المكسرات لأنها هي يعني ما شاء الله فيها مضادات أكسدة تساعد على تكوين الدماغ، وبالتالي الدماغ نحن نعرفه فيه مليون مركز. حسنتي. مركز الفهم، التحليل، الأخلاق، دهون غير مشبعة وغيرها، فبالتالي ما في غذاء خاص. لا سبحان الله، على فكرة سبحان الله، اللهم صل على سيدنا محمد. دكتورة أميرة جزاك الله ألف خير. هي موضوع أنه التنوع الكمية
ومواعيد هذه الوجبات بإذن والتوازن واستمرارها. نعم. بإذن الله عز وجل. تكون روتين حياة. أيوة، ونمط الحياة. ما فقط رمضان. يعني أكل ورياضة وابتعاد عن توترات، وبعد ذلك لولا قدر الله أصيب الإنسان بالقلق أو بالاكتئاب أو الوساوس بأسباب وراثية وجابتها أسباب بيئية مثلا أظهرتها أكثر، مثل ما ذكرت مشكورة كيف التعامل معها في هذه السيناريوهات اللي ذكرناها. إنزين، في موضوع شوي عجبني حقيقة، إنه بتطلع نتائج أولادنا دكتورة، كيف أنا عندي قلق وخايفة على نتيجة بنتي اللي تقدم ثانوية، كيف أسيطر وكيف إن أنا ما أحسسها؟ إيه نعم، في البداية الأم لازم تتهيئ الآن. إيه والله، الأم وولي الأمر، الأم والأب يتهيئوا الآن إن النتائج بتطلع. نحن عندنا توقعات معينة عن ابنتنا، لكن عارفين هي أدائها ونشاطها أدت وأدت وانتهى الموضوع. نحن نبدأ عندنا يكون عندنا الرضا والقبول، وهذا من أصعب المشاعر الإنسان اللي يقدر يحصل عليها، لكن لازم تهيئوا من أول إن نحن أعطيناها مساحة في الدراسة ووفرناها الجو المريح وبذلت وهذا طاقتها، اللهم صل، وهذا نصيبها بالدرجة اللي قدرت تحصل عليها. فبالتالي أنا من الآن أتهيأ إني أقبل بأي نتيجة تجيب لي البنت أو الشاب بحكم اجتهادهم وتعبهم. صح، أقبل وأمتن. نعم، إن هي بخير. نعم. وإن هي أمامي وبصحة وعافية وسلامة أختي الكريمة. نعم. واللي سبحان الله يعني إن شاء الله تكون نتائج طيبة، لو كان قصور لا قدر الله هناك قصور، الحياة مستمرة. نعم. وإن نجاح يجي متفائلين، لأن الإنسان دائما يعني على يعني نجاحاتهم الكبوات اللي يقع فيها. فنحن ما نعلم أطفالنا أن الغلط حصل أو القصور حصل وتنهت الدنيا، هذه الصدمة الأخيرة. نعم. يعني نحن نوقف نرجع نعيد حساباتنا، إيش الأغلاط اللي حصلت في المرة السابقة نتجاوزها في السنة اللي بعدها، وهكذا عشان يتعلموا المشاعر الإيجابية ولا يتعلموا الإحباط المستمر. سيدنا محمد، إذا رسالتنا التوعوية اليوم الاستبشار الإيجابية بإذن تعالى، ممارسة الروحانيات بإذن الله واستشعارها في كل لحظة بإذن الله تقضي وتساعد على السيطرة على الاكتئاب والقلق والوسواس، تعمل الاتزان النفسي. الله يرضى عنك دكتورة أميرة الرعيدان، بإذن الله جزاك الله ألف خير، وكل عام وأنت بصحة وسلام. أخواني وأخواتي طولنا عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.